تأثير السينما للمجتمعات بل على مسيرة حضارة بأكملها تأثير عظيم وذو شأن كبير يجب أن نعيه جميعا. وأهمية السينما لا تقتصر على الأمور الترفيهية أو التسلية فحسب، بل لديها دور أكبر بكثير مما نتوقعه. أنا سفيان مسعودي، في فيديو اليوم رايح نحكي على تأثير السينما على عقولنا وشخصياتنا. وقبل ذلك، إذا لم تشتركوا في القناة فاشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات وضعوا إعجاب على الفيديو. يتضح تأثير السينما جيدا على الأشخاص بل وعلى المجتمعات التي تهوى السينما وتلك التي لا تحب السينما. ولو أخذنا الأشخاص كمثال بسيط تجد هناك فارق كبير بين شخصيتين. محبة للأفلام رغم أنها تبدو أمورا ترفيهية خفيفة، إلا أنها تنعكس على شخصية الفرد فيما بعد، بل وتشكل وعيا جمعيا لدى المجتمعات المستهلكة للسينما بشكل كبير والدول التي تنتج السينما بشكل متواصل. يتكون لدى مواطنيها ما يشبه الثقافة الشعبية من هذه الأفلام. إذن نحن نتحدث عن أفراد تختلف شخصياتهم ومجتمعات تتغير ثقافاتها بسبب تأثير السينما عليها. لذلك لا يمكننا الحديث عن السينما إلا في سياق أنها منتج ثقافي هام يؤثر على الإنسان كفرد وجزء من المجتمع الكبير الذي يعيش فيه. كما قلنا أن تأثير السينما على المجتمع ينعكس بالضرورة على أفراد هذا المجتمع، بحيث أنه يغير سلوكياتهم ويأخذ عقولهم لمناطق بعيدة، بل يغير في شكل تصرفاتهم وحياتهم اليومية. فمثلا كم من الأصدقاء تجدهم مجبرين على الحديث مثل أبطال مسلسل فريند، فكل طريقة حكي في مسلسل فريند أدرج كأحد مفردات الثقافة الشعبية الأمريكية بسبب استخدام أفراد المجتمع لغتهم وطريقة تعامل أبطال المسلسل مع بعضهم البعض. وفي مصر على سبيل المثال أخذت جمل مثل الليلة يا عمدة مكانة الموروث الشعبي ويقولها الشخص المتعجل على فعل شيء في وقت معين، وبسبب فيلم كابوريا للنجم أحمد زكي والذي كان يحلق فيه شعره بإزالة الأجناب سميت هذه القصة على اسم الفيلم، فصار الشباب يذهب للحلاقين يقولون له قصلي شعري كابوريا، أي مثل أبطال الفيلم. أما تأثير المباشر للأفلام فإن الأفلام مثل جعلوني مجرما وأريد خلعا قد غيرت القوانين بالفعل. فتأثير السينما على الجمهور يجعلهم يتعاملون كما لو كانوا في فيلم كبير، فهناك حالة من التماهي بين الجمهور والأفلام تجعل الجمهور يشعر أن حياته تقدم على شاشة، حيث يدخل الجمهور إلى الشاشة وكل شخص ينتظر اللقطة التي يرى فيها نفسه، تلك اللقطة التي ستعيش معه إلى الأبد. إن تأثير السينما على الجمهور يختلف بين فرد إلى فرد، ولكن تستحق الأفلام الكوميدية الجدارة بالطبع في قدرتها على تغيير سلوكيات الناس، كما أن الكثير من الناس يتأثرون بشدة بالأفلام فيجد نفسه بشكل لاواعي يتحدث مثل الأفلام ويتعامل مع أصدقائه مثل البطل. وكلما اقتربت الأفلام من واقع الجمهور كلما أصبحت أكثر التصاقا به. فتخيل أنك تعيش حياة عادية روتينية ليس فيها شيء جديد، وهناك من يأخذها ليصنع منها فيلما ممتعا ويجعلك تشاهد نفسك، لدرجة أنني أرى بنفسي من يستشهد بجمل وردت على ألسنة أبطال الأفلام واستخدامها كقاعدة أو تقديم البرهان على نظرية ما. لا ريب أن تأثير السينما كبير على الجمهور بالفعل، ربما أكثر مما يتخيل الكاتب بنفسه. لا أعتقد أن هناك أي أهداف للسينما، فالسينما بالأساس صناعة هدفه هو الربح والترفيه. وعندما نتحدث عن بدايات السينما مثلا لم يكن أحد يفكر في السينما من منظور فلسفي وفكري بل ونفسي أحيانا، بل كانت مجرد صناعة استغلها رجال الأعمال والتجار للربح والاستفادة من جمهور المسرح، ولم يتخيل عموما أن تصبح إحدى الصناعات الأهم في العالم. غير أنه يوجد الكثير من الشبان فيما بعد شغوفين فعلا بهذا الاختراع العظيم مثل أنا والذين أخذوا السينما إلى مناطق أخرى، أي أن صناعة السينما قد مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الاكتشاف والمتاجرة، أما المرحلة الثانية مرحلة تأثير السينما على المشاهدين واستخدام ذلك في توجيههم بعد الإقبال الشديد عليها
وانتباه الساسة وأصحاب القرار لهذا الأمر واستغلالهم لخدمة توجيهاتهم، وعلى الجانب الآخر أيضا شحن ضد أعدائهم. فمثلا على سبيل المثال الصورة النمطية في الإسلام، فمن أروجها هم المسلسلات والسينما والأفلام. تأثير السينما في الجمهور واضح وظاهر للعيان كوضوح الشمس في كبد السماء، ولكن هل يجب أن يصنع المنتجون أفلاما للتأثير في الجمهور على الدوام بشكل إيجابي؟ أخبروني أنتم بذلك في التعليقات، وأخبروني ما هي الشخصية التي ترون أنفسكم فيها، وما هو الفيلم الذي أحببتموه وكلما أعدتموه ترونه كأنكم رأيتموه أول مرة. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب، وقل رأيك، انتقد وحاور، لأن ذلك فعلا يجعلني أطور من محتواي. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا الفيديو، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله، نلتقي في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.